في هذا الإطار للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقا. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا مساء الخير. بداية الرسائل التي وجهها السيد الرئيس اليوم من مقر الأكاديمية العسكرية. طبعا رسائل كتير وكلها رسائل مبشرة، يعني وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية في مكان زي الأكاديمية العسكرية في وسط أولاده بيتابع بنفسه، وده اللي عودنا عليه منذ تولى القيادة، انه باستمرار في هذه الاماكن بيشرف بنفسه، بيقدم المشورة، بيقدم كل ما هو مطلوب. النهاردة بنشوف كيف يعد الانسان المصري، مش بس احنا يعني زي ما الرئيس قال مهتمين بالبنية التحتية، لا ده هناك ما هو اهم، بناء الانسان. وبناء الانسان ليس الانسان العسكري فقط او المقاتل فقط. النهارده الاكاديميه العسكريه لو بصينا هنجد فيها مش بس المقاتلين، لا ده في كمان في النيابه العامه، في الدبلوماسيين، في نواحي كتير بيقضوا فتره من فتره خدماتهم او بدايه التحقهم بالخدمه في الكليات او في الاكاديميه العسكريه، للتعود على نمط حياه كله جدية، كله مثابرة، كله مثل عليا. النهاردة القائد الأعلى للقوات المسلحة مش بس هو رايح يزلل الصحاب أو يطلع أو يتابع، ده بيدي مثل وقدوة لكل قائد ولكل مدير ولكل رئيس في مكانه، إن احنا باستمرار نتابع نشوف ولادنا بيعملوا ايه، نقدم لهم الخبرة، نقدم لهم المشورة، نحسسهم دايما ان احنا معاهم في وسطيهم. هو ده اهم رسالة النهاردة بنشوفها لما رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بيقضي يوم من الايام وسط هؤلاء الابناء اللي بيعدوا ليتحملوا اكبر مسؤولية، هي مسؤولية حماية الوطن والسهر على امنه وامانه. مش بس زي ما احنا شايفين ده في الاعداد الانسان من اول الاعداد البدني اللي احنا شايفينه قدامنا، الاعداد العلمي، الاعداد النفسي، كل ده لازم يكون نتيجة خبرة ودراسة كاملة وعلى اعلى مستوى. هذا المستوى ما كان يمكن ان يتحقق الا بالاستفادة من كل الخبرات السابقة، الاطلاع على كل او احدث ما لدى العالم من نظم تعليم ونظم بناء للانسان. كل الكلام ده النهارده احنا بنشوفه في زياره زي زياره رئيس الجمهوريه النهارده، وبنقول هذه قدوه وهذا مثل لكل رئيس ولكل قائد ولكل مدير، ويا ريت كل واحد فينا يبقى فعلا مهتم وموجود في وسط رجالته ويقدم ليهم كل الخبرة وكل المشورة ويذلل لهم الصحاب باستمرار. طب سيادة اللواء يمكن أكد الرئيس أن الإنسان زي ما حضرتك ذكرت أن الإنسان أهم ما في منظومة التطوير والتحديث، كيف يكون ذلك وينطبق على الطلاب المتخرجين أو المستجدين بالأكاديمية العسكرية في بناء إنسان قوي قادر على مواجهة التحديات، وخاصة في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها العالم حاليا من الناحية الأمنية؟ يعني بداية احنا بنقول بالاختيار من البداية، انا بختار يعني رجل لمهمة، المهمة اللي انا عايزه فيها مهمة قتال، مهمة عمل دبلوماسي، مهمة عمل قانوني، مهمة عمل في اي مجال زي ما احنا شفنا في اماكن كتير من اماكن الدولة. كل مهمة لها شروط، لها شروط من ناحية البناء البدني، من البناء النفسي، من البناء العلمي، وبالتالي من البداية يجب أن يتوفر فيه قدر من الثلاث عناصر دول. ثم أثناء التعليم وأثناء فترة الإعداد بيتم زيادة وتنمية هذه القدرات باستمرار، تنمية البدنية، مراعاة صحية من ناحية التغذية، من ناحية النوم، من ناحية المراعاة الصحية، من ناحية التدريبات اللي بيمر بيها، دي مرحلة. ثم التعليم، كل ما هو مطلوب للمهمة المستقبلية اللي هيقوم بيها بيتدرب عليها، بيحصل عليها باستمرار، بحيث ان هو عندما يتخرج يكون فعلا تم اعداده علميا لأداء هذه الوظيفة اللي هو مقبل عليها. ثم
الصواميل اللي بتربط كل دول ببعضه اللي هي الإعداد النفسي، لأنه لم يكن لديه القدرة والصبر والعزيمة والوطنية والإعداد النفسي لهذه المهمة، ممكن كل ده يضيع في لحظة واحدة إذا ما تعرض لموقف طارئ أو ما تعرض لضغط من الضغوط اللي ممكن يواجهها في مدة خدمته. وبالتالي كل هذه العناصر بيتم نقول تحقيقها بأيدي مختارة بعناية، اللي هو المعلمين المدربين الأساتذة، لديهم الخبرة لديهم الإعداد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وبالتالي النهاردة كل واحد من الناس اللي بيعلق على كتفه أو على رأسه شارة التعليم في مثل هذه الأكاديمية لابد أن يكون تم إعداده وتم اختياره بمنتهى الدقة وبمنتهى المثالية لكي يعطي أفضل إعطاء. هو صحيح. ده طب سيادة اللواء، يمكن يمكن الرئيس ايضا اكد على انه الاداره الجيده لكافه الموارد، وخاصه اذا تحدث عن الموارد البشريه، لكن هناك ايضا موارد اخرى ممكن استغلالها والاستفاده منها يعني استفاده قصوى، وخاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه. يعني كيف ترى حضرتك الادوات التي تملكها الدوله لفكره الاداره الجيده لتحقيق هذا الهدف؟ شوفي حضرتك، زي ما قلنا في العلم في الخبرة في المهارة. المهارة دي بقى بتاعت القائد والرئيس في ايه بقى؟ في حشد وإدارة الإمكانات المتاحة لتحقيق الهدف. يعني هو ده زي ما بنقول في واحد قعد خد اتعلم تعليم كافي لكل شيء، لديه خبرة. بتفرق بقى العنصر الثالث في القيادة ده بقى المهارة، الإمكانيات الشخصية اللي بتفرق من واحد للتاني. هذه المهارة هي اللي بيقدر يطبق بيها كل ما لديه من علم ومن خبرة في حشد الإمكانيات وإدارتها الإدارة العلمية الصحيحة الموقوتة الهادفة لكي يحقق الهدف اللي مطلوب منه، سواء كان هذا العمل في القوات المسلحة، في الشرطة، في القضاء، في الأداء الدبلوماسي، في الأداء في مناحي العمل في داخل البلد، إذا كان في مرفق زي مرافق السكة الحديد، في المواصلات، في أي مجال آخر. كل الكلام ده زي ما بنقول هنا بتظهر المهارة في حشد وإدارة هذه الإمكانات لتحقيق الأهداف. ولولا حشد وإدارة إمكاناتنا في الفترة الماضية بمهارة عالية ما وصلنا لما نحن فيه الآن، وما وكل الذي زي ما بقول يغبطنا أو يحسدنا عليه كثيرون في دول العالم مما وصلنا إليه. واللي وصلنا ليه ما جاش صدفة، اللي احنا فيه النهاردة واللي احنا مرينا بيه رغم كل نقول المطبات اللي قابلتنا في السكة ضمن العالم كله، ثم في مسؤوليتنا احنا الإقليمية. صحيح. والعربية. هنا كل ده ما كنا لنعبره لولا أن هناك إدارة جيدة. أنا كبير جيدا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقا، شكرا على هذا التحليل.